حياكم الله مستشفى السلام بحلقة جديدة من برنامجنا نبي سلامتك. معي اليوم أخوي وزميلي الدكتور أحمد كروف، استشاري زراعة الأسنان واللثة. حياك الله دكتور. الله يحييك دكتور، يا هلا ومرحبا فيك. طبعا مواضيعنا دائما متنوعة، لذلك حبينا اليوم نختار موضوع شوي يكون مختلف ولكنه مهم جدا، وهو موضوع فقر الدم. بداية أحب أرحب بالدكتورة حنان الوزان، استشاري امراض الدم. حياك الله دكتوره. يا هلا فيك. يا هلا. صراحه بما ان احنا الحين في شهر رمضان وهذا الموضوع وايد مهم، نبي نعرف دكتوره بالخصوص حق الناس اللي عندهم فقر الدم، هل الصيام يعني في مشكله؟ شنو نصايحك بالنسبه لهم؟ ما هي الطريقه الامنه بالنسبه حق يعني مرضى فقر الدم؟ تمام. اول شيء اشكركم على اللقاء هذا، وكل عام وانتم بخير، والكويت والعالم الاسلامي كله بخير. مرضى فقر الدم انواع، فيها الوراثي فيها المكتسب، والمكتسب هم فيها انواع، هي الفيتامينات او سواء المناعيه. فالاكثر انتشارا لفقر الدم هو فقر الدم نقص الحديد. المرضى اللي مصابين في هذا واللي عندهم فقر الدم، نسبة الخضاب الدم اللي هيموغلوبين من 5 إلى 6، نتوقع أن يصير عندهم أعراض أكثر من اللازم. هذيلا يعني المرضى هذيلا ممكن أنهم يسمح لهم أنه يفطرون، حسب كل واحد يقيم حالته. بس إحنا كطبيب يعني يقول لهم والله يفضل أنكم ما تصومون، تأخذون تغذية سليمة خلال أسبوع 10 أيام، ممكن نسبة الدم تزيد شوي، ذيك الساعة تحسون أنكم أحسن، ذيك الساعة ممكن تصومون. تمام. أما المرضى الآخرين اللي أكثر من كذي 8 نسبة دمهم 9 10، فما مانعنا بالصيام، لكن عاد هم يعدلون وجباتهم. الإفطار يكون غني والسحور يكون غني في المواد الغذائية الغنية بالحديد والفيتامينات. ممتاز. أنت جبت طاري دكتور، خاصة إحنا شعب نحب الأكل. شنو الأكلات اللي تحسين مثلاً يحتاجها مريض نقص الحديد أو ممكن إنها تزيد بنسبة الحديد بالدم؟ تمام تمام. طبعاً الحديد إحنا كل إنسان يحتاج تقريباً 1 ملغرام حديد يومياً، لأن الحديد مكون أساسي لكريات الدم الحمراء، مكون أساسي ينزل في إنزيمات وايد في داخل خلايا الجسم. يومياً إحنا نفقد، والحديد لا يصنع داخل الجسم، لا يصنع، لازم في مصدر نأخذه منه. أوكي، يعني ما عندنا مجال أن يصير أن الخلايا تعاد تصنيعها وناخذها، فإحنا دائماً نعتمد على المصادر الخارجية. الأغنى طبعاً اللحوم الحمراء اللي هي فيها المسلز أو اللي هي العضلات، والعضلات موجودة في اللحوم، اللحوم الحمراء. المصدر الثاني الغني هو الكبدة، سواء كبدة الخروف أو كبدة الدجاج، فيها وايد وايد مصدر الحديد. إذا الناس نباتية، في وايد ناس الحين صارت نباتية، ممكن البغوليات فيها نسبة كثيرة، الخضروات، السبانخ، البروكلي، البنجر وايد مفيد، العدس. في مقولة متعودين عليها من الصغر نقولها eat an apple a day keep a doctor's away، ممكن أغيرها أنا لكم الحين أقول eat an apricot a day keeps the hematologist away، أمراض الدم. الأبريكوت اللي هي المشمش المجفف، المجفف المشمش أغنى من التفاح في الحديد. احنا دائما عندنا المقوله في تفاح لان نشوفه يتاكسد في الهواء اللي تركناه، لكن المشمش وخاصه المجفف ال 100 جرام فيها 6 ملغرام حديد. التمر، الكشمش مفيد. اذا تعرفون اللي هو اللي داخل شجره النخل يسمونها قلب النخله،
لها اسم ما يطريني الحين، هذا وايد غني بالحديد. فبس دائما نقول لهم ان انتم اللحوم الحمراء اساسي في وجباتكم، طبعا مع اضافه نعطيهم سبلمنت اللي هي الحبوب الحديد، الحبوب الحديد اللي هي ياخذونها مكملات غذائيه مكونه من الحديد تقريبا من 100 الى 200 ملي جرام حديد في كل حبه، على اساس يساعدهم في ان سرعه ان هم نسبه دمهم تزيد. وكل والله شافي كل مريض ان شاء الله. اللهم امين. دكتور، يعني وين المرحلة اللي قد يعاني منها المريض أعراض، خلينا نقول اللي نقول له خلاص الحين لازم تفطر، يعني صحيح. خلاص ما تقدر تكمل السنة. الأعراض هذه إذا الإنسان حسب طبيعة عمله وحسب الجهد اللي يبذله، والإنسان إذا كان جهده عادي وقليل ممكن يكمل صيامه، لكن الإنسان اللي هو عنده نشاطات وطالع داخل وحياته نشطة مع مسؤوليات، هذا إذا أي حس في العضلات زيادة نسبة مثل ما قلنا ضربات القلب على أقل من الجهد، يتحرك مثلا تقريبا مترين يحس، أو يركب سلم واحد يحس أنه خلاص أنه دقات ترك قلبة، معناته نسبة الدم هذه ما قاعد تعينه. إذا مثلا عنده صار نوع من الصداع المزمن اللي دائما يكون موجود معه، إذا حس جسمه عوار وهدة حيل دائما موجودة، هذه كلها أو هبوط دائما يقول أنا أحس إن قلبي يعني دائما في نزول في القلب دائما على طول مو قادر. يحس مثلا إنه هو يأكل أشياء غير طبيعية، يعني في بعض الناس يأكلون ثلج بكثرة، أو المرضى يأكلون ثلج بكثرة، أو يأكلون ساعات تراب. يعني مريضة مريات تقول أنا قمت أكل تراب، أجيب تراب ناعم أكله. هذا نوع من إن فقر عندها جديد ونسبة الفقر شديد، هذا يفضل إن هي تعالج نفسها قبل لا تصوم. هذه معظم الحالات طبعا اللي يصير عندهم فقر الدم اللي شديد يأثر على نسبة دمهم. زين دكتورة، بخصوص فقر الدم الوراثي أو المنجلي، الناس اللي يعانون من هالأمراض هل هم يعني تنصحون يقدرون يصومون؟ فقر المنجلي هو وراثي وموجود بالكويت، عندنا تقريبا 100 الى 150 حاله بالكويت اللي هي مصابين، وليس المرضى، لان في نوعين الوراثي، اما كان حامل المرض او مصاب المرض. حامل المرض يتعامل معامله عاديه جدا كانسان طبيعي، يصوم وما عليه اي ان شاء الله شر. لكن المصاب في المرض المنجلي هم يختلف من 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 مريض الى اخر، ومن فترة. يعني احنا الحين برمضان بينا ان شاء الله، راح يكون رمضان راح يكون في جو شوية لطيف اكثر من السنوات اللي تكون وايد شدة الحرارة. نقول حق المريض مثلا اذا احنا حسب علاقة المريض مع الطبيب، يعني اذا عارفين المريض هذا عنده تكرار ألم، لان الخلايا المنجلية الخلايا الرد الحمراء مع النوراثية عندها شكل المنجلي المنجل، اوكي، فهي راح تسكر الشرايين الدقيقة اللي في الجسم فتسوي نوبات ألم حادة للمريض. إذا المريض الدكتور يعرف أنه والله ما تيجي للنوبات هذه وقليل النوبات، ممكن يصوم يجرب يوم يومين، إذا أموره ماشية تمام يقدر يكمل، بس إنه بشرط إنه هو يشرب السوائل طول فترة الإفطار وقبل السحور، ويبتعد عن المشروبات الغازية الكافيين اللي يسوي إدرار حق البول، وياكل الخضروات والفاكهة اللي فيها غنية في مضادات الأكسدة تخفف الحدة والبروتينات، تمام. لكن المريض على طول تعرف أنه دائما يروح المستشفى في الأقل استرس أو شوية تغير في حرارة، أو هذا الأفضل أنه ما يصوم، لأنه يزيد عند نوبات الألم يضطر أنه يدخل المستشفى. طبعا هذا ما نبي حق أي مريض إن شاء الله. دكتورة، هل هناك يعني أمراض متعلقة بالدم يكون فيها تحفظ بالنسبة للصيام غير فقر الدم؟ غالباً ما فيه،
ما في الا اذا كان مريض مثلا على دواء معين مثل صابته جلطه لا سمح الله، الله يشافي كل مريض جديده يعني تو خلال اسبوع او يحتاج دواء يكون مسيل للدم في اوقات معينه، ممكن هذا نعفيه من الصيام الى انه يراجع دكتوره ويضبط له الجرعه متى ياخذها، يعني يغير موعد جرعتها عشان يتناسب مع الافطار او مع السحور. بس عموما مرضى فقر الدم غالبا ما عندنا مشاكل الا المنجلي خاصه لهم وضعيه خاصه وفقر الدم الشديد. دكتوره حنان كل الشكر لك على هذه المعلومات القيمه ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. اعزائي المشاهدين كل الشكر لكم على متابعتنا في هذا البرنامج، برنامج نبي سلامتك.